حفل ختامي وتكريمي لبرنامج امنحني فرصة ثلاثة برعاية كريمة من محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو وتنفيذ مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع بكلية المجتمع بشبوة ومعهد ستيب باي ستيب وبالاشتراك مع جمعية رعاية طالب العلم الخيرية بالمكلا حضرموت وبتمويل من جمعية الشيخ عبد الله النوري بدولة الكويت. من هذا المقام نؤكد لكم اهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي والحكومة بصورة عامة وسلطة محافظة شبوة على وجه الخصوص لتولية التعليم الفني والتدريب المهني اهتماما كبيرا لإحداث نقلة نوعية في تنمية رأس المال الفكري، فأنتم رأس مالنا في هذه المحافظات في هذه المحافظة. في إطار برنامج امنحني فرصة تم تنفيذ 5 برامج تدريبية متنوعة استفاد منها 95 شابا وشابة من المحافظة واستغرقت 250 ساعة تدريبية. قمنا دورتين للطلاب في هندسة المحركات الكهربائية وكذلك صيانة ولف المحركات، وأما من جانب الدورات الخاصة بالطالبات فقد أقيمت 3 دورات خاصة بالطالبات وكلها دورات مهنية تحت برنامج امنحني فرصة 3 اللي هو دورات الطالبات كانت في صناعة البخور والعطور وكذلك الخياطة والتطريز والكوفرة ونقش الحنة. سيكون لهذه الدورات مردود إيجابي في عملية التنمية وعملية إيجاد مهنة يقتات الخريج والخريجة منها بصورة شريفة ومشرفة. كلية المجتمع من خلال مركز التعليم المستمر ومعهد ستيب باي ستيب والذين كان خير سفيرين لنا في محافظة شبوة من خلال استهدافنا لخمسة وتسعين شابا وشابة تأهيلهم لسوق العمل في مجالات نعتقد أنها أو أننا بحاجة إليها. وتقدم السلطة المحلية بمحافظة شبوة كافة التسهيلات أمام الدورات والأنشطة التعليمية وبقية إحداث نقلة نوعية في التنمية البشرية على مستوى المحافظة والوطن وانخفاض نسبة البطالة والإسهام في تنمية المجتمع. حسن البوريكي لقناة سهيل من محافظة شبوة.